حاخام يهودي حارب إلى جانب المسلمين حتى قتل على يهوديته، صاحب أول وقف في الإسلام، وما زالت صدقات بساتينه توزع بالعالم. الحاخام اليهودي مخيريق عاش في المدينة المنورة قبل الإسلام، حبر وعالم وصاحب مال وفير وبساتين نخيل واسعة. اختلف المؤرخون في كونه من بني قينقاع، ومنهم من قال إنه من بني القطيون. كان من ضمن اليهود الذين دخلوا في العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي معركة أحد ضد المشركين تحصن اليهود في بيوتهم إلا قلة قليلة منهم، كان منها مخيريق الذي راح يدعوهم للقتال إلى جانب النبي. وكانت المعركة يوم سبت، فنادى مخيريق في قومه قائلا: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. فقال: لا سبت لكم. وأخذ سلاحه وانطلق إلى المعركة حتى قابل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد إلى من وراءه من قومه وقال لهم: إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد، يصنع فيها ما أراه الله. وعندما بدأت المعركة واشتبك جيش المسلمين وكفار قريش، حارب مخيريق مع المسلمين حتى قتل، فآلت بساتينه بعد وفاته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتصدق بها النبي للمسلمين، وما زالت قائمة حتى اليوم في المدينة المنورة. يتكون الوقف من 7 بساتين نخيل، ويعتبرها بعض الرواة أول صدقة في الإسلام. هذه البساتين هي الميثب والصائفة والدلال وحسنى وبرقة والأعواف ومشربة أم إبراهيم. ونحن الآن نسير في منطقة الصدقات النبوية، وأصل الصدقات النبوية هي الأراضي 7 التي كان يملكها سيدنا مخيريق ابن النضير. ومخيريق هذا رضي الله عنه وأرضاه قد اختلف في كونه قينقاعيا أو قرظيا أو نضيريا، وهو الذي قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات الكريمة العظيمة حديثا منذ سنوات قليلة. ويظهر في يمين الصورة طرف جبل أحد يحبنا ونحبه على ترعة وباب وركن من أركان الجنة. وإذا حاذينا مزرعة الماجشونية أو الماجشونية عن يميننا، وهي التي تقع عن يميننا، وهي مزرعة عبد الملك ابن الماجشون، فقد تعرف أهل المدينة أن وادي بطحان يسمى باسمه بطحان من هذه النقطة أو من هذا الموضع. فصاعدا حتى يسيح جهة الحرم. شاركنا برأيك، هل تعرف شخصيات غير مسلمة نصرت الإسلام؟